ازيك يا منى؟ الحمد لله. اهلا يا عمي، اتفضلي. امال عامله فين؟ هكون فين يعني يا ست ماما في يوم زي ده؟ هو المطبخ طبعا. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه يا حبيبتي. هو بقى كل سنه يا روح. ميرسي قوي يا بابا. انتوا واقفين ليه؟ ما تتفضلوا جوه. هشوف انا الدكتور. تعبتك معايا ملمونه. معقوله. بسلامته جوزك لسه ما شربش. وطي صوتك اخته جوه تسمعك. ما كمان جليطه وقله ذوق منه ان يعزمنا وما يكونش موجود. وطي صوتك. شريف زمانه جاي يا بابا، مش معقول هيبقى عارف انكم جايين ويتاخر. خليك محضر خير، احنا جايين البنت مش جايين له هو. معقوله؟ معقوله العيشه اللي هي عايشاها دي؟ بابا كل سنه وانت طايره يا بنتي، امسكي. وانت طيب يا بابا. خدي. ايه ده؟ هيكون ايه؟ شيك ب 5000 جنيه. بمناسبة ايه؟ من غير مناسبة. تعتبريه إعانة فقر. روحي اصرفيه، اشتري لك فستانين تلاتة، اشتري حاجة لنفسك فيها. أنا مش محتاجة حاجة يا بابا. شريف مش مخليني عايزة أي حاجة. الكلام ده تقوليه لحد تاني، أنا لأ. معقولة؟ آجي 3 مرات أزورك ألاقيكي بنفس الهدوم؟ دي عبلة موسى. عبلة موسى اللي كانت الناس بتتحاكى بجمالها وشياكتها. وطي صوتك. خد. أنا قايمة ساعد منى في المطبخ. هاي. لا يا بابا، ميرسي قوي. أنتِ تخرسي خالص. اللي مريح ضميري من ناحيتك حاجة واحدة بس، إن أنا ما كنتش موافق على الجوازة دي من الأول. يا بابا كفاية بقى، شريف ما فيهوش أي حاجة تتعيب. لا في عجرفة الفقراء ولاد الحيلة. وما تنسيش إنك أنتِ محسوبة عليا. أنتِ اسمك عبلة موسى. وبرضو أنا حرم المقدم شريف بركات. يلا اطلع عندي غير هدومي. اطلع انت لحد فلاك هنا. بقولك يلا. ايه بالراحة. يلا. مساء الخير يا رجالة. مساء النور. ايه ده؟ جايب حرامي وما كانش حاجة بقى. أما حبيبة والله العظيم أنا مش فاهم، مش عارف إيه اللي بيجرى في الدنيا دي. يعني خلاص كل الكركونات والسجون اتملت فول قد عشان يجيبوا الحرامية يبيضوهم في بيوتهم. اتفضل. هو عليه انا اطلع على السلم احسن. مساء الخير يا عمي. مساء الخير عليهم. حنف القباه عنبر 1 زيزان 24. بقول لك حنف القباه، مد ايدك وخدها تاني خليك حل. ايه ده؟ ايه ايه اللي عمل فيك كده يا شريف؟ ومين ده؟ مسجون. وده بيعمل ايه هنا في بيتي؟ هغير هدومي واخده ننزل على طول. اهلي حماتي. مساء الخير يا تاني. موتى كده. انا عملت حاجه قدامي. طب قول لهم يعملوا لنا خرمان. منى اعمل له شويه سم هاري يشربهم قدامي. ايه تعالى هنا اهو، خش قدامي. موسى. ماما خيريه فوقي. قسما عظما اسمع صوتك او تتحرك من مكانك ليكون اخر يوم في عمرك. انا كلمته ولا فتحت بقي ولا هو افترى وخلاص؟ اتكتم خالص بقول لك. والله زمان. ماما بابا سيبينا في حالنا، احنا اللي فينا مكفينا. يا عيني عليك وعلى بختك الهباب يا حبيبتي. يلا يلا بينا يا خليل. انت قدامك سكه من اتنين،
يا اما تقنعين هو يسيب شغله ويجي انا امسكه شركه من شركاتي، يا اما تسيبيه وبيتي مفتوح لك في اي وقت. انا على اخر الزمن هحط ايدي في ايد مجرم. وقت صوتك لا يسمعنا. مع السلامه. هي حصلت يا شيخ تقلب لي الباب تخشيبه وفين جوازنا بقى بدل ما تدخل في ايدك هديه جايب لي مسجون؟ يا عبله ارجوكي مش كده. لا بقى يا شريف، عبلة عندها حق. ما تتدخليش موضوع زي ده، نجرح منه الشاي. يلا خلصيني. انا ايه خايفة من ايه؟ يلا. وهيشرب شاي في بيتي؟ يعني انت هتجنني يا شريف. مين؟ تسلم ايدك يا قمر من قد من اعدامه. بحسبك حنف القباه. نعم؟ حنف القباه مسجون ومش متجوز، بس ان شاء الله طالع افراج بعد 22 سنه. وانتي؟ ها؟ انتي اسمك ايه؟ انا؟ ايه مالك متاخده ليه؟ عادي ما قلتليش بقى انت اسمك ايه؟ منى. منى منى. عاش الاسامي يا منى. انت تقرب لهم؟ انا اخت شريف. اخت شريف؟ ما جاب لي السيره العفريت ده. انت متجوزه؟ لا. الحلاوه والجمال ده متجوز لغايه دلوقتي. ازاي كمان؟ انت عايش لنفسك ولشغلك بس. عايز تثبت لنفسك ايه يا شريف؟ انك ما تقلش عن كل اللي حواليك وعلى حساب مين؟ حياتي انا؟ انا خلاص ما بقتش قادر استحمل. تقلب لي بيتك شيبه يا شريف. سبحان الله سبحان الله. ايه في ايه؟ مستحيل مش ممكن. الخالق الناطق ايه؟ هي مين؟ حب كبير. انت مش اسمك منى؟ اه. هي كمان كان اسمها منى، خطيبتها الله يرحمها. ماتت في حادثة عربية كرو. عربية ايه؟ كرو. صورة تبقى الاصل منك، كل حاجة فيك بتفكرني بيها، جمالك، رئتك، عينيك، لمسة ايديك. كنت أول ما أشوفها أخد ايديها من ايديا كده أحطها على شفايفي كده. ساعتها لون الدنيا كان بيتغير وحس براحة غريبة غريبة. كنت لما أكون متضايق ولا تعبان أروح حاطط دماغي على كتفها كده كده، أحس إن أنا عيل صغير عيل صغير وعايز أنام. أنا عارفة كانت هي بتعمل إيه بقى؟ كانت بتحط دراعتها حوالين رقبتي كده. ايوه حط دراعك التاني. ايوه كانت بتعمل كده بالظبط. بعد كده ابص لشفايفها عشان تسقيني من حنانها. تسقيني بالظبط. هي كانت بتبرق كده برضه. يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. لا يمكن تكون بني ادم. انا هفهم حضرتك يا باشا تفهم غلط. ما اصل اخت حضرتك تعبانه ومعقده كلها مشاكل. ما صدقت لقيتني يا عيني بتحكي لي على مشاكلها. كان بيقول لك ايه؟ الكرو. الكرو اسمع، عندها مشكله كرو يا باشا. انت مالكش دعوه بيها، ما تجيش ناحيتها خالص. مفهوم؟ ماشي يا باشا ماشي.